يسرى بتقول رجل والدتي تعبها جدا والنقرس زاد عندها خالص، ايه اللي ممكن نعمله؟ هي طبعا احنا مش عارفين والدتها بتعاني من ضغط من ايه، من تاريخها المرضي ايه، بس احنا غير النقرس يعني فاحنا هقول لك لو هي مش بتعاني من امراض مزمنه وعايزه حاجه للنقرس كويسه، من افضل الحاجات الفيبيوريك او الزنس توب 80، ده من افضل الحاجات دلوقتي للنقرس، بتاخد مرتين في مره يوميا لمده شهرين، وبعد كده نص قرص مره يوميا لمده شهرين كمان. وفي فوار متهيألي كمان؟ الفوارات بس دي احدث شويه، فوره يوروسيلفين واليوروفين، بس عاده لما يكون بقى في الم في الرجل فخلاص هي اكيد جربت كل الفوارات. فعندك الزنس توب او الفيبيوريك قرص 80 قرص يوميا لمده شهرين، وبعد كده نص قرص يوميا لمده شهرين كمان مع اي مضاد التهاب زي اندوسيد لبوس او موبيتيل لبوس او لورنكس كام 8 مللي اقراص ده او ده مرتين في اليوم الاقراص، اللبوس مره يوميه.